اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا السفر الروحي المبارك من برنامج إن في الجمعة ساعة. وما زلنا مع سورة يوسف، ووصلنا في الحقيقة للمراحل الأخيرة من هذه القصة. آخر مرة كنا وقفنا عند قوله سبحانه على لسان يعقوب: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقلنا بأن التحسس والتجسس بيناتهم كاينه غير نقطة، ولكن هذه النقطة تصنع الفارق الكبير. التحسس يكون في الخير، الإنسان يبحث وكيقلب باستعمال سائر الحواس، والتجسس يكون في الخير، لذلك قال تعالى: ولا تجسسوا ولا تجسسوا. فتحسسوا يعني ابحثوا واجتهدوا بسائر حواسكم، سمعوا سولوا سمعوا، استخدموا اللسان ديالكم، استخدموا البصر ديالكم، استخدموا سائر حواسكم للوصول إلى يوسف والأخ دياله، من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله. وقلنا بأن الروح من الراحة، ياك الروح من الراحة من الرحمة، روح وريحان. ولا تيأسوا من روح الله، هناك علمنا سيدنا يعقوب واحد الدرس بليغ جدا، أن الإنسان المؤمن بطبعه متفائل، بطبعه مستبشر، بطبعه يعني لا يفقد الأمل. المؤمن لا يفقد الأمل، علاش؟ لأن الأمل ديالو في الله تعالى، لأنه عبد للقدير سبحانه وتعالى، والقدير يعني لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أمره بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. فهنا سيدنا يعقوب يقول: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمنين ما عندهمش يأس، يعلم أن بعد العسر يسرى، المؤمن يعلم أن بعد الشدة رخاء، المؤمن يعلم بأن بعد الظلام ضياء، المؤمن يعلم أن الفرج مع الكرب، يعلم أن النصر مع الصبر. هكذا هو المؤمن، مستبشر متفائل، كيعلم علم يقين بأن دوام الحال من المحال، وبأننا في الدنيا راه في امتحان، وهذا الامتحان سيدي ربي يقلبنا فيه كيف يشاء ويسيرنا فيه كيف يشاء، وهي هادية خادية. ياك تلك وتلك الأيام نداولها بين الناس، حتى أننا كنقولوا دائرة الأيام، دائرة، ياك، والحمد لله أنها دائرة، بمعنى أنها كتدور تدور ولا يستقر حال على حال. لكن خص الإنسان يلجأ إلى الله ويبكي ويفتقر ويتوسل وينكسر بين يدي المولى الكريم سبحانه وجل في علاه. الكفار اللي ما تيأمنش بالله، لا يؤمن بأسماء الله ولا يعتقد في صفات الله، يواجه صعوبات الحياة لوحده، هز الهم وهز الحمل وهز المشاغل والمشاكل والضغوطات، يحملها لوحده يحملها لوحده، متقل. المؤمن لا، المؤمن ملي كيحس بأن ظهره تقال عليه الأثقال 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 والهموم والأوزار، اش كيدير؟ كيمشي كيسجد، وفي هذاك السجود كأنه كيخوي داك الشيء اللي على ظهره، كيحط هذاك الشيء اللي هز فوق كتافه. ولذلك قال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. يائسوا من رحمتي، المؤمن ما يأسش من رحمة الله تعالى، درس بليغ. سيدنا يعقوب مشى لي سيدنا يوسف، احنا قلنا راه 30 او 40 سنه، ها هو الاخ ديالو مشى الشقيق، ها هو الاخ الاخر ما باغيش يجي، ثلاثه ديال الابناء فقد، ومع ذلك ملي بانت لي القضيه غدا وكتزير وغدا وكتشتد، قال اذا راه الفرج قريب. ربي هكذا خلق الكون، وهكذا جعل ناموس هذا الكون ونظام هذا الكون هكذا، انه اكثر فتره في الليل يعني كتكون مظلمة وكيكون الليل شديد السواد، بالضبط بالضبط بالضبط، هي هذيك اللحظات التي تسبق بزوغ الفجر، يشتد ظلام الليل. احنا اللي عايشين في المدن، الناس اللي ساكنة في المدن ربما ما كتحش بهذا الشيء، ولكن سولوا الناس اللي عايشين في البوادي اللي كيشوفوا الليل وكيعرفوا بأن الليل راه ماشي راه الليل ديال المغرب ماشي هو الليل ديال العشاء، من ناحية الإضاءة الليل ديال العشاء ماشي هو ديال منتصف الليل،
الليل ديال منتصف الليل راه ماشي هو الليل ديال قبل الفجر وماشي هو الليل بعد الفجر. فيشتد ظلام الليل حلكة إمتى؟ قبل طلوع الفجر. فمن اللي كتشوف اشتد عرف بأنه أزف الفرش. ولذلك شنو قال ابن النحوي صاحب المنفرجة؟ اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج. شوف هذيك الشدة ديال الليل وهذاك الظلام ديال الليل، سيد ربي ما خلاكش بلاش، دار لك نجوم، دار لك نجوم. تخيل لو لم تكن هناك نجوم في السماء وفي الليل كتبان لك بأن واحد السقف كحل فوق منك، هادشي ديك الزرقية ديال السماء كنشوفها في النهار. فتخيل لو أنك تتهز عينك في الليل كل ليلة كيبان لك بأنه كاين سقف كحل فوق منك، كيف كان سيكون هذاك المنظر؟ ولكن شوف من رحمة الله تعالى وزينا السماء الدنيا. فإذا في وسط الشدة في وسط الليل سيدي ربي تيدير لك بعدا واحد النجيمات، وفي ليالي من ليالي الشهر كيدير لنا سيدي ربي القمر وكيبقى يكبر وكيزين هذيك الليلة وكيضوي سبحانه وتعالى. هذا كله من لطف الله بعباده وكرمه وامتنانه سبحانه، حتى يغشاه أبو السروج ملي كيجي. أبو السروج هو النهار والصباح، وكتطلع الشميشة وكيجي الضوء ديال الصباح، هذا أبو السروج. فإذا أخي الكريم أختي الكريمة، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قلنا بأنهم داروا الوصية ديال باباهم ومشوا مرة أخرى لمصر وبغوا يتلقوا مع العزيز. فلما دخلوا، وديك فلما بمعنى أنهم استجبوا الأب وما بقوش كيقولوا لا وحنا وكيفاش وعلاش والمبررات، استجابوا وقرروا، يعني الله حطوا الرحيل وما يهزوا الرحيل مرة أخرى. شوف ديك الفاء كتبين لنا هذا المعنى. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. نشوف الحال ديالنا، شوف هاد الشدة، وحنا راه محتاجين للأكل، محتاجين للقوت، والوالد ديالنا راه مشى ليه الشوف، ابيضت عيناه من الحزن، بمعنى أنه بداو كيبكيو وبداو كيشكيو. وجئنا ببضاعة مزجاة، وهادشي اللي جايبين معنا حنا ديك مزجاة قلنا شنو هي؟ قلنا بأنها مدفوعة. يزجي لكم الفلك في البحر، يزجي لكم، يزجي بمعنى يدفع، بضاعة مزجاة يعني نقود، يعني مضروبة نقود ما صالحاش تعطيها لشي واحد يدفع لك، تقول لك ما باغيهاش، اللي ما خدامش ما مقبولاش. او الا قلنا بانهم جابوا معاهم مثلا شي اكل معاهم باش يعطيو هذا الاكل وياخذوا اكل اخر، يعني ممكن يكونوا جابوا معاهم شي اكل اللي هو اصلا كي الجفاف وما عندهم شي اكل، اش غيجيبوا؟ يجيبوا شي، اش غيجيبوا؟ يجيبوا شي حاجه ماشي هي هذيك. فاذا بضاعه مزجاب نقود فضيه يعني قليلة وغير كافية أنها تكون مقابل هذيك البضاعة اللي بغني ياخذوا في مصر. فأوفي لنا الكيل، عافاك لما هور معنا، احنا كنقولوا بالدارجة زيدنا من عندك، فأوفي لنا الكيل زيد، وتصدق علينا، يعني أعطينا أكثر من أوفي وزيدنا من عندك، تصدق علينا، لأنهم شافوا الكرم وشافوا الخير وشافوا بأنه ولد الخير. وتصدق علينا، أعطينا أكثر وأعطينا الأخ ديالنا، تصدق علينا به، سامحنا. إذن هنا تيطلبوا تيقولوا لي عافاك أمن علينا بإطلاق سراح أخينا، أعتق عافاك لما اسمح لي. إن الله يجزي المتصدقين، إن الله يجزي المتصدقين. عرفوا بأن هذا العزيز ديال مصر، هما مازال ما عارفينوش بأنه سيدنا يوسف، بل يوم بأنه رجل صالح، رجل مؤمن، رجل يعرف بينه وبين الله كما نقول، كيعرف بينه وبين سيدي ربي، بل يوم بأنه رجل ديال سيدي ربي، رجل ديال الآخرة ماشي رجل ديال الدنيا، بل يوم بأنه مؤمن وعنده علاقة مع سيدي ربي. مادام قالوا لي إن الله يجزي المتصدقين، مشاو ليه الإيمان، وقالوا لي بأن الجزاء إحنا ما عندنا باش نجازيك وما عندنا باش نخلصوك، راه اللي غيخلصك هو مولانا الكريم. فهنا بل سيدنا يوسف بأن هاد الناس مازال ما فاهمينش، مازال ما فهموش بأن هذا اللي واقف بينهم واللي هو عزيز مصر راه هو أخوهم يوسف اللي لاحوه في البير هذه واحد 30 ولا 40 سنة. ملي شكاو عليه وقالوا لي ربانا مسكين وراه كيبكي حتى مشى ليه الشوف وكذا، هنا تحركت العاطفة ديال نحو الأب وقال بارك عليهم، بارك على هاد الناس. فهنا غادي يسولهم، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون؟ هذا كيتسمى استفهام تقريري، زعما راه في راسكم اش درتوا لخوكم يوسف والأخ ديالو الشقيق؟ درتوا المكائد وحاولتوا أنكم تبعدوه على الأب ديالو بشتى الوسائل لدرجة أنكم القتل، مشيتوا لأبعد ما يكون، والحقيقة أنكم أنتم جاهلين وأنتم جاهلون، ذاك الحسد اللي فيكم أعمى الأبصار ديالكم، جاهلون لأنكم كظنوا بأن
يعقوب يفضل يوسف الأخ ديالو عليكم، وبغيتو تبقاو نتوما والأب ديالكم مباشرة، وما بغيتوش الإخوة ديالكم من المرأة الأخرى. هنا ملي سمعوا هذا الكلام، هذا السيد عارف كل شيء، عارف التفاصيل. العزيز كيقول بأنه تيحوتهم الأسرار ديال داكش، عطيهم الماضي ديالهم كله، عارف بأننا حنا درنا هاد الشيء ليوسف. فبدأوا كيشوفوا فيه واحد الشوفة ديال بلاتي، هذا في الحقيقة ما كيشبهش للمصريين. فملي بدأوا كيحققوا فيه تيبان لي الملامح ديال هاد السيد، هذا راه ماشي بحال المصريين، ما كتشبهش المصريين، وعنده واحد الجمال وواحد الرونق وواحد البهاء. هما يقولوا مستفهمين، قالوا أإنك لأنت يوسف؟ في بعض القراءات قالوا إنك لأنت يوسف. إذن في الأول في حال قلتي طرحوا الاستفهام، ومن بعد تيقنوا تثبتوا بأنه ياك. فهنا سيدنا يوسف شغي يقول لهم، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. يا الله يا الله، كيفاش الدنيا كتدور؟ يا الله كيفاش دوام الحال من المحال؟ يا الله سبحانك. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، أن سيدي ربي حسن لنا، سيدي ربي من علينا، من عليه بمعنى أنعم عليه. كيفاش سيدنا يوسف علاقته مع الله تعالى؟ كيفاش الله حاضر؟ كيفاش كيذكر الله على طول؟ ما كينساش الله تعالى. قد من الله علينا، شي اللي كتشوفوا الآن راه ماشي بقرايتي وبفهمتي ولأنني عندي العلم وعندي الحكمة وعندي التاويل ومأداب ومخلق ومصواب وكذا وصلت لهذا المنصب. هالشي اللي كتشوفه راه الله تعالى اللي أعطاني. أنا لا شيء. إذا أراد أن يتفضل عليك خلق ونسب إليك سبحانه وجل في علاه، وغادي يوريهم الطريق. وشوف الدعوة إلى الله كيفاش أنه خوتو الآن راه كيدير معهم الدعوة وكيعرفهم بالله وكيعرفهم طريق الله تعالى، وكيقول لهم راه هاد الطريق ها منين دزنا، أن المدار الأمر كله على ماذا؟ على التقوى، ثم ماذا؟ ثم الصبر. هنا معادلة النجاح وقاعدة النجاح كيعطيها سيدنا يوسف. سيقول لك راه شوف كاين جوج الحوايج، درتيهم ربي ما غاديش يضيعك، درتي هاد جوج الحوايج كون على يقين انت الان في درجه الاحسان. ياك سنعرفوا بان الدين اسلام ايمان احسان، ايوار هاد المحسنين عندهم واحد جوج الصفات، ما يمكنش يكون انسان محسن وما فيهش هاد جوج الصفات. هاد الصفه زائد هاد الصفه كتساوي الاحسان. المحسن هو الانسان اللي فيه هاد جوج الصفات. شنو هي هاد الصفات؟ التقوى والصبر. انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. اذا يتقي ويصبر، صبروا على داك الاذى اللي تعرضوا ليه. فقانون كوني كتبوا معادلة، كتبها وكتبيها، الله يجازك بخير. التقوى زائد الصبر تساوي إحسان. بغيت الله تعالى يحسن لك، يحسن إليك. عشان الإحسان ملي كتعطي وكتعطي 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 وكتعطي، فالله تعالى كيجزي المحسنين بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإلا كنت أنت من المحسنين الله تعالى يحسن إليك. يا قواعد بسيطة، كانت فيك التقوى وكان فيك الصبر إذن أنت من المحسنين. التقوى زائد الصبر تساوي الإحسان. إذا أنت من المحسنين إذا الله تعالى سوف يحسن إليك. سيدنا يوسف كان في هذه القضية اتقى، لاحظتي بأنه ما عاملهمش بنفس الأسلوب، اتقى فيهم وجه الله تبارك وتعالى، وكان ممكن أنه يمرمدهم وكان ممكن يعذبهم وكان ممكن يدخلهم للسجن وكان ممكن يسترقهم يرجعهم رقيق. وكان شوفوا هذا الشيء في الواقع ديالنا، كان شوفوا إخواش كيديروا لخوتهم، كان شوفوا هذا الشيء في الواقع ديال الناس. ولكن هو متقي، كيتقي الله تعالى، عاملهم دار الله تعالى قبلته، فهذه تقوى. والصبر على ذاك الشيء كل ديك الظروف اللي دوزها كلها كانت كلها صبر. تقوى وهو في القصر كيفاش كان متقي الله تعالى وما بغيش، وتيحت له الظروف ديال المعصية، تحلت له المعصية، ماشي هو تيقلب وتيبحث وكيدير المحاولات، لا لا لا، المعصية هي كتقلب عليه وجاية لعنده، وهو مع ذلك كان متقي الله تعالى. التقوى أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله وقاية. التقوى أنك تتقي بمعنى أنك تدير واحد الوقاية، ما قادرش على غضب الله تعالى، هذا الأمر يغضب الله تعالى. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالإخوة العشرة
لما سمعوا هذا الكلام أشقلوا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فصل فمن واصل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي ملأت عينه من جمالك وقلبه من جلالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله على ذلك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا معاشر محبي القرآن الكريم. نواصل هذا التدبر وهذا التفسير لهذه الصورة المباركة ومع سيدنا يوسف دائما الإخوة في هذا المشهد المؤثر، المشهد الدنيا كل شيء ممكن. أخي الكريم أختي الكريمة كل شيء ممكن، كاين شي حاجه سميتها مستحيل. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. الان كنشوفوا كيفاش هذاك الطفل وكيفاش انه دارت الايام ولا عزيز مصر، والاخوه اللي كانوا اقوياء ومستعليين وكذا كيفاش انهم الان اذله، كيفاش انهم الان كيطلبوا السماحه، كيفاش انهم الان يعترفون بالفضل لصاحب الفضل. قالوا تالله لقد اثرك الله علينا. اثرك الايثار التفضيل، لقد فضلك الله، ياك لقد اثرك الله علينا. راه سيد ربي اللي فضلك علينا، حنا عينا بغينا نعارضوا إرادة الله ولكن لا رد لأمر الله، والله غالب على أمره. سيد ربي لبغى واحد الحاجة راه ما كاينش اللي يوقف في الطريق. سيد ربي فضلك علينا ما عندنا ما نديرو. تالله لقد اثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. بصراحة راه كنا مذنبين وإن كنا لخاطئين، فاعترفوا بأنهم مذنبين. فهنايا شوفوا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، شوفوا قالك اللي غلب يعف هنا واش غيدخل معاهم ويبدا يقول لهم نتوما ودرتوا ليا وفعلتوا ليا وكذا، ويبدا يجبد ديك الملفات القديمه ويخوي قلبه. ياك هادشي اللي كنديروا حنايا، ملي يجي شي واحد كيطلب منك السماحه وكيقول لك اسمح ليا والله العظيم الا كذا وما كنتش وهادي، وكيعطيك الاعذار وكتبدا تخوي قلبك. عامه الناس عامه البشر هادشي اللي كنديروا. شوفوا سيدنا يوسف، شوفوا المحسن، عرفتي شنو قال؟ لا تثريب عليكم، لا تثريب. عرفتي شنو لا تثريب؟ لن ألومكم، ما كاينش اللوم. لا تثريب عليكم، ما كاينش عقاب عليكم، لن أعاقبكم. لا إله إلا الله، شحال قدنا نوقفوا عند هذه الكلمة هذه، لا تثريب عليكم. بعض الناس أخي الكريم أختي الكريمة، وهذا شائع في المجتمع، يعني كيكون مثلا انقطع التواصل مثلا معاه، ولا ما عيطتيش ليه واحد الوقت معين وكذا، ما تواصلتيش معاه هاتفيا مثلا، ولا ما مشيتيش عنده وكذا، فملي كتتواصل معاه ولا ملي كتلاقى معاه يوبخك ويلومك ويقول لك ودرتي وفعلتي ونسيتيني وفرطتي وما سولتي وكذا. ياك هادشي كيوقع لينا كاملين. شوفوا هنا سيدنا يوسف كيفاش هاد الناس هادو راه لاحوه في البير عباد الله. هاد الناس راه ارادوا قتله مع سابق الاصرار والترصد، ومع ذلك تيقول لهم لا تثريب عليكم. شوفوا سيدنا محمد خلقه القرآن كيفاش أنه فتح مكة، ملي سمع شي واحد من الجيش دياله واحد من كبار الصحابة تيقول اليوم يوم الملحمة، اليوم غادي ننتقموا، قريش خرجونا من مكة وادوا لنا فلوسنا وشردونا وداروا لنا، اليوم ها احنا جايين لننتقم. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له لا، ما تقولش اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم المرحمة. احنا جينا باش نتراحموا، احنا جينا باش نتسامحوا، احنا جينا باش ننشروا الحب، احنا جينا باش نجمعوا الشمل. اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة. وحيدو كان قائد، وحيدو من القيادة، وعطى القيادة وباش ما يقلقوش وما يكذا، عطى القيادة لواحد من أبنائه، وهذا الشيء مذكور في كتب السيرة في باب فتح مكة. لحتي لحتي أخي الكريم أختي الكريمة، فملي كيقول لهم ما تظنون اني فاعل بكم، واش غيجلس سيدنا محمد وغيبدا يقول لهم ودرتوا لي وفعلتوا لي وبدي جبت لهم الملفات القديمه، قال لهم ما تظنون اني فاعل بكم، شنو الظن ديالكم فيا؟ والناس اذكياء كيعرفوا شكون، كيعرفوا صلى الله عليه وسلم بانه رحيم. قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. قال لا تثريب عليكم، لا اقول لكم الا كما قال اخي يوسف، لا تثريب عليكم، اذهبوا فانتم الطلقاء. وشوف يغفر الله لكم، هنا ماشي غير كيقول لهم راه ما نلومكمش، شوفوا الاحسان، شوفوا الاحسان في المعامله، ماشي كيقول لهم ما غنلومكمش، ليس عليكم اليوم لوم ولا عقاب ولا عتاب، لا، وكيزيد يدعي معاهم تيقول لهم يغفر الله لكم. هنا كيدعي كيقول يا ربي اغفر لهم وهو ارحم الراحمين، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. وهكذا هم العظماء. شفتي كيف قال غاندي؟ تسامح من شيم الأقوياء.
راه الانتقام سهل، وان الانسان يغضب وينفس هذاك الغضب ديالو ويادي ويظلم ويتجب، هادشي راه ساهل، هادشي هذا هو الطبيعه في الانسان. ولكن القمه والعظمه والزعامه الحقيقيه كيفاش الانسان ينتصر على نفسه؟ العفو عند المقدره، العفو عند المقدره، اذهبوا فانتم الطلقاء. فهنا سيدنا يوسف تجاوز على الاساءه. نعطيك واحد السر يعاونك على هاد القضية هذه، لكان عندك مشاحنة مع شي واحد، خصومة، شي واحد ظلمك كذا كذا، شي طريقة، شي فكرة اللي ممكن تعاونك في أنك تقدر تسامح وتقدر تجاوز وتخلق بالأخلاق ديال الأنبياء عليهم السلام، هي أن ترى فعل الله جل في علاه. شوف فعل الله تعالى بأن هذه الإساءة اللي أساء بها ذاك الإنسان، شوف بأنه فعل الله تعالى وبأن هذاك الأمر مقدر، سواء على يد هذا الإنسان ولا على يد واحد الإنسان آخر، هذا قدر الله تعالى. كانوا الصالحين أخي الكريم أختي الكريمة دائما ملي كتوقع لهم شي حاجة على غير مرادهم وعلى غير هواهم يعودون إلى أنفسهم، كيشوفوا فعل الله تعالى، لأن الفاعل الحقيقي في هذا الكون هو مولانا الكريم، هو المتصرف، ما كتحركش شي ضرة في هذا الكون إلا بأمره وإذنه سبحانه وجل في علاه. أذكر القصة لطيفة جدا، أن شي واحد دخل واحد المسجد بحال الشكل ديال القرويين في واحد الوقت، والزيتونه في تونس في واحد الوقت مثلا، والازهار، انا ملي دخل تلقى بان كاين حلق ديال العلم، كاين عالم هنا وعالم هنا وعالم هنا، والرجل لما دخل الى هذا المسجد لقى كاين زوج ديال الحلقات، كاين حلقه هنا وحلقه هنا، فما عرفش في اين وحده غادي يجلس، اين وحده غادي نجلس فيها. هذا كيدرس وعاجبني الاسلوب ديالو، هذا كيدرس وعاجبني الاسلوب ديالو، بجوجهم غادي نستافد، ولكن عندما غادي نجلس فكيشوف فهاد الجهه وكيشوف فهاد الجهه، وبان لي واحد الرجل عجوز متكي على واحد الساريه. قال لي مالك ولدي شفتك واقف حاير كتشوف على اليمين وعلى اليسار شنو؟ قال له سيدي بغيت نجلس نستافد ولكن ما عرفتش في اين جهه اين حلقه اجلس فيها. فقال له طلع معايا جي معايا انا نوريك. مشاو للحلقه الاولى وجلس فيها هاد العجوز مع داك الشاب، والأستاذ الشيخ الفقيه كيشرح في الدرس. فهنا الشيخ غادي يهز يديه وسيعترض على ذاك الشيخ، اعترض عليه وقال لي بأن الشيء اللي قلتي راه ماشي صحيح ولا خالفتي العلماء وكذا. فطارت تائرة هذاك الشيخ، قل لي شكون انت وكيفاش انت ترد عليا وفين قريتي وشكون الشيوخ ديالك، وتنرفز وقال لي جمع الوقفة حيد من هذه الحلقة هذه ما تجيش تجلس فيها، سير فحالك. فالشيخ قال لذاك الولد يا الله نمشي قبل ما يضربنا، قال لي نمشي نشوف الحلقة الأخرى. جلسوا في الحلقة الأخرى، الشيخ الآخر الفقيه الآخر غيديروا نفس السيناريو، تيهضر تيتكلم في العلم، واحد الوقيتة الشيخ غادي يهز يدي ذاك الرجل العجوز ويعترض على ذاك الفقيه، اعترض عليه وقال لي شي اللي كتقول راه خالفتي العلماء وشي ما منوش، واعترض عليه بواحد الطريقة يعني فيها نوع من الوقاحة. هذاك الفقيه في هذه الحلقة شنو دار؟ حضر راسه بحال هكذا وقال هادي تكون عشي ذنب أذنبته مع سيدي ربي، سلط علي الله تعالى اللي يحشمني قدام الطلبة ديالي والتلاميذ ديالي، يا ربي لكنت داير شي ذنب أسألك يا ربي أن تغفر لي وأسألك أن تسترني في الدنيا وفي الآخرة. فالتفت العجوز إلى ذلك الشاب وقال لي كيبان لي يا ولدي راك عرفتي عند من غادي تجلس، عرفتي عند من غادي تجلس. الأخلاق شي حاجة كبيرة جدا. الشاهد كيفاش هاد الفقيه الثاني كيفاش شاف فعل الله تعالى، وكيفاش شاف بأن أي حاجة كتوقع للإنسان يعني كيفاش ينسب الخير دائما إلى الله وينسب الشر إلى نفسه. فهنا سيدنا يوسف تقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، لأنه شاف فعل الله، شاف بأن سيد ربي أراده أن يكون عزيز مصر ودار لي هذا التدبير، وكان ضروري يدوز من هذه المراحل، ضروري يدوز من الإساءة، وضروري يدوز من مرحلة الرق والاستعباد، وضروري يدخل السجن باش يشوف كيفاش داير الأوضاع تما، وبأن هذه المراحل كلها اللي داز منها فراه كان يتعلم وكان ياخذ الحكمة، وكيفاش أنه وصلوا الأعلى منصب كاين في مصر في هذاك الوقت، وكيفاش أن سيد ربي جعله سبب في أن يكون يعني هو النواة ديال دخول بنو إسرائيل لبلاد
مصر، ولله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون، ولله سبحانه وتعالى في تدابيره يعني ألطاف خفية. كيفاش أنه من قعر الجب إلى عزيز مصر. فقال خوته قال لهم كونوا هنين، لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فاصل ثم نواصل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دنا أخي الكريم أختي الكريمة، أهلا وسهلا ومرحبا مجددا في برنامج إن في الجمعة ساعة. أهلا وسهلا ومرحبا بكل الكرام الذين التحقوا بنا توا عبر هذا الأثير المعطر بأريجي الذكر الحكيم. أخي الكريم أختي الكريمة، وصلنا لقوله تعالى لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إذا طمنهم وقال لهم لن ألومكم وسأدعو لكم الله تعالى بالمغفرة، وسيدي ربي رحيم رحمن. ثم غادي يطلب منهم واحد الطلب عجيب جدا، شوف مقابلة الإساءة بالإحسان، وهذا هو الإحسان، هو أنه مشي أن تحسن إلى من أحسن إليك، إنما الإحسان بأن تحسن لمن أساء إليك. فهنا قال لهم لن ألومكم وغادي ندعي معكم، وكان ممكن يدير هذا الشيء فقط فقط، ومريضنا ما عنده بس، ويقول لهم الأب ديالي جي يجلس معايا لبغى يشوفني ونشوفه كذا، أو مشي ندير لي واحد السيارة ونرجع مثلا. كان ممكن تكون القصة هكذا وسالينا، ولكن شوفوا الكرم ديال سيدنا يوسف عليه السلام، يعني ماشي مجرد كلام فقط، غادي ندعي معكم وقلت لكم كلمة طيبة وسأدعو لكم بظهر الغيب وصافي سالينا. لا، الآن أنا عزيز مصر، أنا عندي سلطة وعندي منصب وعندي جاه، وربي مسك عليا وعطاني أموال وكذا، فأنا خصني نتهلا فيكم لأنني من المحسنين لأنني كريم. فقال لهم راه غادي نوسع لكم في الرزق ديالكم، كونوا هانين، غادي تدخلوا لمصر وغادي نعطيكم أخصب الأراضي وأحسن الأراضي، تجيبوا دوك الغنيمات ديالكم، غتجيبوا الوليدات العائلة، كل شيء غادي يجي يسكن هنايا، وغتوليو يعني من أهل هذا البلد. وباش تكون مصري في هذاك الوقت وتسكن في مصر وتكون عندك الامتيازات اللي عند المصريين، راه ماشي شي حاجه، راه مصر فملي كتكلم في ذاك الوقت راه بحال كتكلم على دوله عظمى من الدول اللي كاينه اليوم في العالم. حنا كنشوفوا الان كيفاش ان الناس مثلا ملي كيمشي كيهاجر لواحد الدوله متقدمه، كيفاش انه يسعى ويجتهد وكيدير جميع الوسائل ويسلك كل السبل باش ياخذ ديك الجنسيه ديال هذيك الدوله، لانه امتيازات، كاين امتيازات كثيره، فالواحد يجتهد وكيبغي باش ياخذ هذيك الجنسيه ديال ديك البلاد. فتخيل هنا غادي يعطيهم الجنسيه ديال انكم انتم غتوليو مصريين، وقلنا مصر في هذاك الوقت دوله عظمى. اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم واجمعين. هنا قال لهم غادي نعطيكم القميص، وهنا كيعاود يبان القميص ديال سيدنا يوسف مره اخرى في الواجهه في المشهد، وشفنا كيفاش انه ذاك القميص كان سبب الى حد ما برد سيدنا يعقوب الى حد ما، لانه ملي شاف القميص ديالو غير ممزق سليم وخفي الدم، كيفاش هاد الذئب لو اكل فعلا ولدي على الاقل كان القميص غيتمزق. اذا اعطى لسيدنا يعقوب نوع من الاطمئنان، ياك، وجاءوا على قميصه بدم كذب. شفنا كيفاش انه كان ليه سبب في البراءه ملي زليخة تبعته من اللور وقدت قميصه من دبر، وجا الشاهد وقال لهم الا تقطع من اللور اذا راهي الظالمه، الا تقطع من الامام اذا هو الظالم. فملي شاف بانه مقطوع فكان سبب في البراءه، كان شاهد ليوسف على براءته هذاك القميص. الان هذا القميص هذا غادي يكون سبب في شفاء سيدنا يعقوب من العمى، وغادي يكون قميص ديال البشاره بان سيدنا يوسف على قيد الحياه. هنا ممكن نطرحوا واحد السؤال، ان ذاك القميص اللي قال لهم فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم واجمعين، واش هذا وحي من الله ان الان معجزه من المعجزات ديال سيدنا يوسف، انه ذاك القميص ديالو ملي غادي ترمى على الوجه ديال سيدنا يعقوب غير رجع ليه يشوف، او انه كاين شي سبب كوني، كاين شي مسائل قوانين كونيه، شي نواميس كونيه عندها علاقه بإعادة الرؤية وإعادة النظر للبصر، يعني أن العرق ديال الإنسان واش عنده شي علاقة فيزيولوجية كيميائية، كاين شي تأثير ديال أن ذاك العرق، لأن القميص هو اللي كيتلبس منه اللحم ديال الإنسان، واش عنده شي تأثير على الوظيفة ديال العين، لأن حنا كنعرفوا بأن
هذاك العمل الذي أصاب سيدنا يعقوب كان بسبب ماذا؟ بسبب الحزن الشديد. فواش ممكن الفرحة الآن بهذاك القميص ضد ديال الحزن، أن هذيك الفرحة واش ممكن تعاود ترجع الشوف لسيدنا يعقوب؟ الشاهد في الأمر أخي الكريم أختي الكريمة، أن سيدنا يوسف عليه السلام الآن غادي يغير المصير والمسار ديال العائلة كلها، قبيلة كلها، كل شيء غادي يتنقل، لأنه كريم، كريم سبحانه وتعالى عليه السلام، كريم. كيفاش أنه غادي يجيب عائلته، والديه، غادي يجيب إخوة دياله، أولادهم، الأحفاد ديال سيدنا يعقوب، كل شيء غادي يجي يستقر ويسكن فين؟ يسكنوا في مصر ويحصلوا على الامتيازات ديال المواطنين المصريين اللي كانت في ذاك الوقت. فاصل ثم نواصل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول مولانا الكريم أخي الكريم أختي الكريمة في تتمة هذه الآيات: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ولما فصلت العير، فصلت بمعنى خرجت هذه القافلة اللي فيها الإخوة ديال سيدنا يوسف، يعني انفصلت عن حدود المدينة، فصلت بمعنى انفصلت عن الحدود ديال المدينة، من الانفصال، هذا هو المعنى، فصلت من الانفصال هذه البلاد اللي كان فيها سيدنا يوسف. الآن القافلة اللي فيها الإخوة انفصلت عنهم. ولما فصلت العير، والناس اللي كتحفظ القرآن وكتحفظ سورة يوسف وكيبدأ يجيها صعيب ولما، فلما، فممكن هنا تقول ولما فصلت، ممكن نقوله بأن كاين الفاء في فصلت، فما كاين لاش نديروها في ولما، ياك دي تقنية، ودي من التقنيات ديال الربط باش الإنسان يضبط يعني المسائل المتعلقة بالمتشابهات القرآنية. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. وقلنا العير يا هذيك يا إما كتكون جمال، يا إما بغال، يا إما حمير، وكيكون هزة يعني طعام، وكتكون قافلة فيها مجموعة من وهنا في الغالب غادي يكون يا إما جمال في الغالب في ذاك الوقت، والله أعلى وأعلم. ولما فصلت العير، وهنا واش العير هي التي فصلت، هي اللي خرجت من المدينة؟ لا، أنا سيدي ربي كيتكلم على أصحاب العير، ولكن هذه ياك هذه من جمال اللغة العربية. واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل أهل القرية، ولكن أنت كتفهم، أنت دابا ملي كتقرأ ما كتحتاج أنك تدقق. ولما فصلت العير أنت في بالك بأن الناس راكبين وغادين. شوف الجمال ديال اللغة العربية وهذا الإنسيابية ديالها وهذا الدقة ديالها. قال أبوهم اللي هو سيدنا يعقوب واللي من الأسماء ديالو قلنا إسرائيل، قال أبوهم هو فين؟ بلاد الشام. هما يالله دابا 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 يالله خرجوا من الحدود ديال المدينة اللي فيها سيدنا يوسف، والمسافة مسافة طويلة جدا. قال إني لأجد ريح يوسف. وشوف ديك إني، إذن هناك يأكد إني، هذا ديال التوكيد، إن الحروف توكيد، إن الجملة الإسمية هنا كلها توكيد. وشوف ديك لا، ديك اللام تتزيد تأكد إني لا أجد، بمعنى أن حاسة الشم ديالي الآن كتشم الريحة ديال يوسف، كتشم. وإن ريحة، واش سيدنا يوسف كان تيدير شي عطر معين وعاقل عليه سيدنا يعقوب ملي كان صغير كان تيتعطر بشي عطر معين؟ لا، فسيدنا يعقوب كيشم الرائحة ديال الجسد ديال سيدنا يوسف. لولا أن تفندون، عشني تفندون؟ أنكم غادي تتهموني مرة أخرى بأنني راني جاني الألزهايمر، راني ياك الزهايمر، هذا اللي كنقولوا اليوم باللغة العربية شنو سميتو؟ سميتو الخرف، مرض الخرف. غادي تقول هاد السيد هذا راه شرف وتلف، هاد السيد هذا بدا كيخرف، كأنه بغى يقول لهم راه إلا قلت لكم الآن راني حاس بأن سيدنا يوسف حي وبأنه راه جاي عندي، راه غادي تقولوا راك حمق، راه بديتي كتدخل وكتخرج في الهضرة. كنقولوا فند رأيه، فند مزاعمه، بمعنى أبطلها. لولا أن تفندون، أضعفها، جعل هذاك الرأي، كتقول فندت رأيه، فندت أطروحته، بمعنى أضعفتها، ياك لولا أن تفندون. طيب مع من تيهضر؟ مع من تيهضر هنا سيدنا يعقوب؟ حنا كنعرفوا بأن ولاده بعشرة أو ولاده بحداش، وسيدنا يوسف راه كل شيء الآن في مصر، كل شيء في مصر. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. شكون هما اللي قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم؟ هنا اللي قالوها
هما وليدات ولاده، لان حنا كنعرفوا بان خوت سيدنا يوسف ملي رموه في البئر راه كانوا رجاله، راه كانوا في الثلاثينات في العشرينات، راه كانوا ناس كبار، كانوا كبار في السن ماشي كانوا صغار. فبالتالي دابا في هذه الوقيته هذه راه كاين اللي عنده 70 عام، كاين اللي عنده 80 عام، كاين اللي عنده 60 عام، كاين اللي عنده 50 عام، اذا عندهم اولاد. اش كيجيو هاد الاولاد لسيدنا يعقوب؟ كيجيو حفيده. ولكن شوف سبحان الله، راه الاولاد تيطلعوا فحالهم بحال الاباء. شوف كي كانوا هما يا كانوا يعني تتعاملوا بواحد الجفاء وواحد القسوة مع سيدنا يعقوب، شوفوا ولادهم سبحان الله حتى هما طلعوا كيشبهوا لوالديهم، حتى هما بداو كيكذبوا في جدهم، تيقولوا ليه تالله انك لفي ضلالك القديم، نفس الجمله ياك، ان ابانا لفي ضلال مبين، اللي قالوا والديهم ها هما الحفيد اليوم ولاو هما تيقولوها، قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. لاحظتي؟ اذا هنايا الولاد كيقلدوا الوالدين، هنا كتشوف ترابي، هنا كتشوف فاقد الشيء لا يعطيه، كي غادي يدير يعني الاخلاق يعلمها واحد الانسان اللي ما عندوش، ترابي كي يدير يربي واحد الانسان اللي ما مربيش. فاذا هنا اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون، قالوا لي تالله، شوف كيفاش تالله، يعني راه كيحلفوا اما تا هما طالعين بداك الجهد اللي كان عند والديهم، يقسمون تيقولوا لي ما انت انك لفي ضلالك القديم، بمعنى انت باقي عزيز عليك عمنا يوسف وبنيامين، عزاز عليك اكثر من والدينا حنايا، وتتبغيهم اكثر منا، ومازال كتفكرهم ومازال ما نسيتيش، ومازال ومازلت الله انك لفي ضلالك القديم، انت مازال عايش في الاحلام، ومازال كتذكر يوسف، ومازال عندك الامل انه يرجع، ودابا دازت واحد 30 عام وانت مازال مشغول بيه، ومازال تفكر فيه، راك تعيشي في الاوهام وفي الباطل. اذا هنا كتشوف الاحفاد حتى هما تربوا على قله الادب، وتربوا على الجفاء، وتربوا على قله الاحترام. ايوا والقافله راها جايه شاده الطريق، مع من تهضر؟ الله يرحم عليها واحد من الاساتذه ديالنا كيقول لك الله لقينا مع اصحاب الذوق، هنا سكت سيدنا يعقوب، مع من نهضر؟ واش انا تنقول لكم راه الريحه ديال سيدنا يوسف كنشمها في نيفي، وانتم كتقولوا لي راه الله انك لفي ضلالك القديم؟ ايوا قافله راه شاده الطريق من مصر غاديه 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 غاديه. فملي وصلوا واحد فيهم غادي يهز هذاك القميص ديال سيدنا يوسف اللي عطاه لخوتو، وغادي يلوحوا على الوجه ديال سيدنا يعقوب. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه، ياك اذا ملي وصلوا واحد فيهم قالوا لي عفاك هذا القميص هذا ديه دابا لوحوا على وجه بانا، بانا على وجه يعقوب عليه السلام. فلما أن جاء البشير يعني المبشر الذي يحمل بشارة سيدنا يعقوب، ألقاه، ألقى ماذا؟ ألقى القميص على وجهه، على وجه من؟ على وجه سيدنا يعقوب. فارتد بمعنى رجع، فارتد بصيرا يعني رجع مرة، شوف ما قالك فارتد إليه البصر، شوف ديك فارتد بصيرا بمعنى رجع عليه ماشي البصر، رجعت لي حدة البصر. فارتد بصيرا من بعد ما كانت عيني نشفات بكثرة البكاء 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 البكاء، عاود حياة العين مرة أخرى. هنا شنو قال سيدنا يعقوب لهذوك الأحفاد المشاغبين؟ أش قال لهم؟ أنا ما خلاهاش عنده، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. نفس الجملة اللي قال قبل، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فهنا تيقول لهم ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ماذا كان يعلم؟ كان قلبه يحدثه أن سيدنا يوسف على قيد الحياة. أسيادنا راه هذا نبي، هذا راه عندهم واحد العالم آخر ديالهم. ما أدرانا هادشي، حنا ما قارينوش في القرآن، ولكن ما أدرانا أنه كانوا كيتلاقاو في المنام، كيشوفوا في المنام وكيقول ليه بابا أنا راه ما زلت على قيد الحياة، بابا ما تخافش عليا أنا راه بخير وعلى خير. ما أدراك، راه كاين هادشي، حنا ناس بسطاء وعاديين، والواحد كيدير منامات وكتحلم وكذا، فما بالك بالأنبياء؟ ما بالك بالأنبياء؟ راه أمهات وآباء عاديين، ملي كيكون الإبن ديالو في شي ورطة ولا كذا كيشوف شي حاجة في المنام. لاحظتي؟ فهنا كيقول لهم ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. إذن هنا كان يعلم بأن سيدنا يوسف حي، وكان يعلم بأنه سيلقاه، لأنه ديك الرؤية مازال ما تحققتش، وهو كيعرف بأن هذه الرؤية هذه ما يمكنش ما تحققش، صافي صافي، إذن راه غيكون نبي ورسول وخاصها تحقق، والمشهد ديال السجود خاصني نشوف. إذن إيه حزن كان عند سيدنا يعقوب اللي كان مفارق مع يوسف عليه السلام؟ كان الحزن على الفراق،
هو كان عارفه بأنه حي، ولكن كان حزين. لماذا؟ لأنه مقادرش على الفرق، كان حزين على الفرق. وسيدي ربي ابتلاه في نقطة الضعف ديالو، ابتلاه في أحب الناس إليه، ابتلاه في أحب شيء إليه، وهو يوسف عليه السلام. فهنا الأبناء العشرة من بعد ما جلسوا في ديورهم وشافوا الأزواج ديالهم وشافوا وليداتهم وكذا، والأهل البشارة راه وصلت لسيدنا يعقوب، غادي يمشيو عند باباهم، غادي يدخلوا عنده، يدخلوا مجموعين. داروا قيد، قالوا نتلاقاو في الوقت الفلاني، غنمشيو عنده مجموعين باش نهضروا معاه، صافي خصنا نطلبوا السماح. فداروا الموعد وجاو مجموعين وبداو كيستعطفوا كيطلبوا كيرغبوا. يا أبانا يا أبانا، وديك يا هادي تستعمل لنداء البعيد في اللغة العربية، كأنه هنايا شفتي ذكروا بديك الأبوة. وحنا هادشي اللي درنا، حنا متأكدين بأننا خرجنا يعني بعدنا ودرنا بزاف الحوايج اللي نستحق بها أننا نكونوا بعاد، درنا أعمال ماشي صالحة، ولكن رحنا تبنا. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، طلب لنا الله تعالى، طلب لنا الله تعالى يغفر لنا الذنوب. ضاعت حياتنا، حياتنا دوزناها في الحسد وفي الكراهية وفي الحقد، وحنا مضادين مع أقدار الله ومضادين مع إرادة الله. إنا كنا خاطئين، أعترف يعني كنا درنا ذنوب وماشي درناها بالقصد وبالعمد. أش قال سيدنا يعقوب؟ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيك عبد المجيد. إذن كنتم مستمعين الكرام مع برنامج إنا في الجمعة ساعة ورسائل إيجابية منك زميلي عبد المجيد. إذن كنتم مستمعين مع هذا البرنامج الذي يأتيكم كل جمعة على الساعة 10 صباحا إلى حدود الساعة 12. أنتم دائما معنا على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط.